انتم البنات غنشارك معكم الدجاج بالزيت والبطاطا فريت وشلاضه بالروز والخضره. انتم البنات غنمشيو المقادير والطريقه التحضير، بقاو معايا. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، اش اخباركم؟ كي داير الوليدات؟ كي داير المهمات العائله؟ كلشي بخير، كلشي هاني. اليوم البنات غنشارك معكم الدجاج بالزيتون والفريت، غنشارك معكم البنات الشلاطة ديال الروز. هادي راه كلشي كيعرفها، جبانة وخيزو. عندنا البنات هنا الدجاج مغسول بطبيعة الحال ومنقي، عندنا شوية القزبر ومعدنوس، عندنا بصلة، عندنا التومة، عندنا أنا الحامض مسير والزيتون. نجيبو البنات الطنجرة ديالنا، نديرو البنات الدجاج فيها، أنا بلات وليت نقفى ديك الكمامي ولا مكنعرفش نشقى الكمامي تا لهنايا، بحال راه كلشي كنخشي فيه. نجيبو البنات هادي، نحكو فيه التومة ديالنا، الدجاج اللي نفر كيبغي التومة، شوفو البنات العطرية ديالنا، مليحة البنات على حسب الذوق، أنا مكترش الملح حيت الزيتون غيكون مالح و حامض مسير. شوفو البنات العطرية، أنا بعدا باش كنبدا كنبدا بهاد القزبر حبوب راه عاد غنمشي نشريه ونطحنو، مبقاش ليا بزاف. أو البنات ها جوج درهم تبارك الله كيعطيو القرعه، انا هذا هو باش كنبدا تنبدا هذا هو الرئيسي عندي في العطريه. شويه القزبر حبوب، ندير البنات شويه سكنجبير ولا جنجبير واحد اش كيقول ليه، يعني معروف عندنا سكنجبير. الخرقوم ولا الكركم، انا البنات مولفه كنضربها بالخرقوم هكا، سمحوا لي البنات انا ولفت على الخرقوم ولا الكركم. شويه زهر، فلفل اسود، البصلة ديالنا، غنشلها هاد البصلة غنديرها تشحر حتى تشحر لينا، ونزيد البصيلة باش تجي لنا التغميرة ديال كيف غنمرقو، بس غندير غير الفريت مغندير لا خضرة لا حتى شي حاجة. والمرة كيغلي لي باش ندير فيه خيزو والروز، المهم هاد الشلاضة البنات راه غنية بالتعريف، كلشي كلشي كيحبها وكلشي كيعرفها، أنا عزيزة عليا بكل صراحة الله بحال من هكايا كأكثرية كنديرها أنا بزاف، هاد الشلاضة هادي كنديرها بزاف أنا، واخا مكنصورهاش دائما معاكم، المهم بعدا كي كنديرها بزاف، سهلة وكتكل مكتبقاش، بالنسبة لنا كنديرها هاد الشلاضة ديال الروز والخضرة وهذا كتكل ليا، كثرية ملي كندير فيها غير جلبانة
كندير فيها جلبان وخيزو كتكل. هاد البصيلة غنزيد واحد، نزيد غير بصيلة أخرى صغيرة، هاكا راه كافية. درنا الدغميرة، صافي البنات، وغندير غير واحد شوية دلما شحر ليا هاد الدجاج وهاد البصلة مزيان، حتى نبغي نمرق عاد البنات غندير غندير شوية زيت بلدي ورومية، ولا ديرو نتوما غير رومية. المهم اللي كيبغي الزيت البلدية راه غيديرها غير هي، اللي كيبغي الرومية راه غيديرها هي، مكاينش المشكل، كلشي زوين، كلشي نعمة ربي كلها زوينة. صافي البنات غنقطعها شوية ضربي هكايا، كيعجبني نربي هكايا في الدغميره ديال الدجاج، كاين اللي كيربطو ويديرو، انا مره نربطو مره نقربو كانا وكانتي. صافي ديما ندير البنات غير واحد شويه الماء باش تشحر لينا الدجاج ديالنا. هاد البصيله هادي ما غنديرش نكثر، غير تقريبا بحال ربع كاس ديال الماء. دابا بغيتي تشحر عشان صافي البنات هاد الزيتون غنخليه حتى يطيب لينا، وهاد الحمصيره نقطع ما نديرهاش كلها حتى يطيب لينا، عاد ما غنديرهاش دابا حتى يطيب لينا الدجاج والبصله، عاد نزيد الزيتون غنزيد نص حامضه مسيره ونخليهم يتشحروا واحد شويه ونطفي عليهم. صافي دابا صافي البنات، دابا من بعد كيتشحر لنا اللحم داكشي، دابا غندير الروز والجلبان وخيزو يتسلقوا. صافي البنات، وغنخلي ديك سميت الدجاج ديالنا يتشحر وغادي نمرقوه البنات. صافي وغنسد عليه وغندير هادشي يطيب البنات. غنزيد دابا غير واحد البصيله صغيره، هذا غير يتشحر عاد غنزيد واحد البصيله صغيره، وها نتوما معايا البنات. ها نتوما البنات مع الرز سميتو هو كيتسلق، الرز و نتوما البنات انا كنسلق كلشي بخطره، كنسلق الرز و بطاطا و كلشي، مكنسلقش كل حاجه بوحديتها، و شويه دكات معاه غير شويه الملحه ونقص عليه البوطه كيتسلق على خاطرو، منخلوش ليه يتعجن بزاف. صافي هنا راه درت غير شويه الملحه، وهنا البنات درت شويه الباربه كتسلق ها هي. هنا البنات ها هانتوما البنات، شوف ها الحمه ديالنا كتقلى، غنخلوها البنات حتى تطفى ديك البصله مزيان، شوف هانتوما البنات راه زدت واحد الطريفات نسيت قبيله ما قلت لكم، قلت لكم نخليه خليت شويه ترميه مع الزيتون ورميت واحد الطريفه اول كيجي حتى الحمام مسير كيطيب مع الدجاج كيجي زويون، وخليت واحد شويه حتى الاخر ورميه مع الزيتون، هذاك واخا ما غاديش يهرى في الطيب ماشي مشكل، حتى كيحط واحد اللذه الحموضيه زوينه. ها هي دابا البنات غنقليه، نديو نجيبو تيتشحر لينا الدجاج مزيان. صافي البنات وغنمرق وغادا نسد، البنات نقلب غير بهادي تشحر لينا مزيان،
نخليه يتشحر مزيان ونمرق المرق بالماء الطايب ونسد عليه طيب، وملي طاب البنات ها نتوما معايا ان شاء الله. نتوما البنات هي الشكل النهائي، ها نتوما تشوف المريقه كي جات زوينه وخضره شلاطه. درت لنا غير البارده مسلوقه ومطيشه والخيار صافي، والمايونيز والطون والطون. هانتوما البنات هو الشكل النهائي ديالها، كتجي زوينه كتجي لذيذه شلاطه خفيفه. هانتوما البنات كل واحد درت ليه طبيسيلو راه باقا اللي بغاها نزيد ليه. هانتوما البنات شوف المريقه كي تتجي، هادي هي المريقه ديالنا ديال الفريت والزيتون والدجاج، كتجي زوينه هانتوما البنات. هذا هو الشكل النهائي، كتجي زوينه البنات وخفيفه وتسويت كطيب ما كتاخذش الوقت. انتما البنات كندري سيري واحد الزلافه يا نوري لكم صغيره هذه، نتوما البنات ديروا فوق ديروا بها فاش ما عجبكم، كيبقى اختياري ديالكم. المهم البريقه هي خفيفه ولذيذه كتجي زوينه، دمرت لينا مزيان بغنيره وزيتو بطاطا فريت ربق البطاطا كتقلى دابا حطيت لهم غير اللي غياكل دابايا. ايوا شكرا البنات اللي دخلوا القناه ديال خديجه ام شيماء، الا عجبتكم القناه ديال خديجه ام شيماء شاركوا فيها البنات، وبسلام عليكم وتهلاو في رؤوسكم.